اهلا بحضراتكم مره تانية مشاهدينا الكرام، نورنا في هذه الفقره الكابتن اسلام عادل لاعب النادي الاهلي ومصر مقاصه سابقا والمدير الرياضي لنادي لافيانا في التوقيت الحالي. يا كابتن اسلام صباح الخير عليك ومنورنا. صباح الخير يا امنيه، عامله ايه الاخبار؟ انا زي الفل الحمد لله، مبسوطه جدا ان احنا مع بعض النهارده في يوم كده بادئ بتفاؤل، يعني بتتابع الحلقه ما بين انجازات منتخبنا الوطني، استقبال بعثه منتخبنا او بعثه المصريه البارالمبيه، كلها احداث كده تدعو للتفاؤل. ولكن على مستوى الكرة الكل طول الوقت اول ما منتخب مصر يبقى عنده سمع توقف دولي بيبقى تربص القلق اللي هو بالظبط الحسابات الكتيره، ولكن اعتقد الماتشين مشيوا اكثر المتفائلين ما كانوش يعني حاطين حتى السيناريو الثلاث اهداف والاربع اهداف. بالظبط، البدايه كانت صعبه شويه علشان تجمع المنتخب ما راحش عدد بدأ كبير بست من اللعيبه وكده. وكان في بعض الـ يعني بعض الـ الـ القلق عند مؤشرات الجمهور، تقلق مؤشرات تبقى مقلقه شويه، وزعلني اكتر ان احنا نعلن، يعني لو احنا راح ست اللعيبه بس خلاص مش لازم نعلن دلوقتي، يعني راح ست اللعيبه ما نقفل علينا لا الباب احنا ونستنى لما الناس تتجمع، ما ينفعش الناس تعرف بعد نص ساعه. فما عجبنيش ان احنا مستعجلين ان احنا نعلن، وخدي بالك بقى دي غيره على شكل البلد وعلى منتخب البلد، يعني المفروض الناس تبقى مسؤوله، الاعلام كله يبقى مسؤول، يعني اتحاد الكوره لازم اول حد يبقى مسؤول، كل الصحفيين. هو انا لو كأنه انا بيبقى تبرير اللي هو لو حصل مشكلة لا، احنا يعني كان عندنا مشكلة. انا في رايي بصي، معايير نجاح المنتخب المصري تبقى مختلفه شويه عن معايير اي نجاح اي منتخب، يعني ووجود حسام حسن كان حاجه لازم تحصل والجمهور بينادي بيها بقالها فتره طويله، وتخطينا احنا بقى المرحله دي، فما فيش وقت بقى ان احنا نبتدي بقى نفكر انه هو حسام صح ولا غلط، هو حسام عمل ولا ما عملش. مع طبعا حفظ الرقاب كابتن حسام مدربي وراجل يفضل عليا، واحد اسطوره مصريه كبيره جدا يعني، فخلاص وانس ان هو بقى مدرب منتخب مصر لازم الناس كلها تلتف يعني. فما بيعجبنيش بقى فكره انه الحق ده راح ست لعيبه، الحق ده صلاح مش عايز يجي، الحق ده زميل لكابتن حسام بينتقد بشكل او باخر، الثقافه دي مقلقه بشكل كبير جدا، ما احبهاش يعني، لان في النهايه هي مسؤوليه تجاه كل شخص، كل شخص مسؤول تجاه بلده، وكل انا لو انا صحفي عندي سبق ورحت المعسكر ولقيت ست لعيبه عمري ما هعمل كده، حب البلدي وانتماء البلدي عمره ما هيخليني اعلن حاجه زي دي، لكن في النهايه الحمد لله تخطينا الموقف ده سريعا، والناس يعني انضمت بشكل جيد جدا، التمرين مشي بشكل رائع جدا، حسام حسن وابراهيم حسن عاملين حاله جيده جدا، بقول لك معايير النجاح عندنا مختلفه، كان هيجي وقت يعني ان حسام حسن وابراهيم حسن يكونوا موجودين في منتخب مصر، الوقت ده هو موجود دلوقتي، خلونا نحتفل وخلونا نفرح وخلونا نلتف حوالين المنتخب، خلونا نفتكر ان النجاحات كانت مع حسام حسن وكان مع حسن شحاته المدرب الوطني، خلينا نفتكر الكابتن محمود الجوهري الله يرحمه، ونجاحاتنا كلها اللي بنفتكرها دايما مع مدربين محليين، مع مدربين وطنيين، واحنا بالنسبه لنا معايير النجاح تاني وتالت ورابع، مش بس كوره، مش بس علم، مش بس دراسه، احنا مش منتخب المانيا، مش ماكينات المانيه، احنا مش معتمدين على الكوره السريعه والحديثه وهنكسب العالم كله بالشكل ده، لا احنا عندنا جانب عاطفي مهم جدا، عندنا انتماء لبلدنا مختلف، عندنا نجاحات عملناها كشعب، مصر ما بتلعبش لوحدها، منتخب مصر ال 11 لعيب او ال 30 لعيب اللي بيكونوا في المعسكر مع الجهاز الفني ما بيلعبوش لوحدهم، الجمهور بيلعب قبل ما هم بيلعبوا، انا حضرت ماتش لكابتن حسام حسن في استاد القاهره، مباراه الكونغو اعتقد او ال 20 دقيقه 2-0، تريزيجيه تقريبا جاب الجولين انا افتكر، بدافع وقوه الجمهور، ما عملناش حاجه فنيه كتير في الملعب على ما لعيبه الكونغو فائت وعلى ما حسوا هم فين من الضغط الجماهيري الرائع جدا وضغط اللعيبه كمان في الملعب، على ما فاقوا كانت النتيجه 2-0، ممكن ساعتها المباراه خلصت اعتقد 2-1 لما بقى المباراه بقت ايكوال، ابتدينا بقى نفكر في الفنيات، فالمعنويات مهمه جدا بنكسب بيها كتير جدا، 2006 في مصر كسبنا بمعنويات الجمهور والالتفاف والاغاني الوطنيه، فاحنا معاييرنا مختلفه، بعد السنين دي كلها لازم نبقى عارفين احنا بنكسب ازاي، لما نعرف احنا بنكسب ازاي خلونا بقى نركز في القصه دي، خلونا نلتف حوالين كابتن حسام وكابتن ابراهيم والجهاز واللعيبه، وخلينا نبوش اب طول الوقت وندفعهم ونبقى في ظهرهم، لو عايزين نفرح لو عايزين يبقى في انتصار يعني. ان شاء الله بنكسب ازاي؟ يعني عايز اعرف من وجهه نظرك ايه اللي كابتن حسام عمله، لان الكل شايف لا شكل منتخب مصر مختلف، بقى في كره هجوميه بعض الشيء، بقى في تسجيل للاهداف، عندك اكتر من عنصر بيجيب، لا اللي بيجي مكانه بيؤدي، فكابتن حسام عمل ايه؟ وخلي بالك ده في وقت قصير، وشوف بقى الضغوط اللي عليه قد ايه، يعني هو كابتن حسام حاسس بالمسؤوليه قوي، واي وبيتابع كمان لو حد قال كلمه او كده، فده كمان بيأثر في بعض الاحيان ان هو بيحس بالضغوط وبعض الاحيان يحس بتربص اللي هو لا ده في ناس مش عايزاني انجح، فلا الكل اكيد هيكون عايز كابتن حسام ينجح، كابتن حسام غير ايه في الوقت ده؟ كابتن حسام شخصيته خدي بالك مختلفه جدا من هو بيلعب وهو مدرب، هي نفس الشخصيه، والمنتخب او الفريق بيستمد ده
من شخصيته من شخصيه المدرب. كابتن حسام في الوقت ده عمل حاجه مختلفه تماما. المدربين الاجانب لما كانوا بييجوا يمسكوا مصر كانوا بيبقى عندهم قلق كبير جدا، يعني كارلوس كيروش كان بيدافع بشكل كبير جدا، وهيكتور كوبر كان بيدافع برده بشكل كبير جدا، وكان اسمنا منتخب باسل صلاح واحد بس اللي بيهاجم والناس كلها تحت الكوره. اللعيبه اللي بيحطها في التشكيل لعيبه كلها سماتها دفاعيه، خاصه لعيبه نص الملعب. كنا ساعات بنلعب بثلاثه فلات في نص الملعب، ما بين على خط واحد ما بنهاجمش. كابتن حسام عنده ميزه مختلفه تماما، وكانت الناس بتقول لك الكابتن حسام بيكسب بالروح والعزيمه والاصرار وفنياته مش كبيره. مقوله يعني مضحكه جدا، يعني الراجل لو تبص على شكل السكواد بتاعه وشكل اللعيبه وشكل التشكيل بتاعه، هو بيحط مروان عطيه بس يدافع، وبيحط قدامه تريزيجيه وزيزو، يعني الثمانيتين دول بيفرقوا جدا. خدي بالك يعني 6-1 يدافع بس كفايه، وثمانيتين بوكس تو بوكس لعيبه عندها سمات هجوميه بشكل كبير جدا. تريزيجيه اصلا وينج وزيزو اصلا وينج، فلما بيحطهم هما الاثنين ثمانيتين، المفروض ثمانيه ده بيبقى عنده بعض الصفات او السمات الدفاعيه هي مش عندهم هما الاثنين، لكن في النهايه هو بيعوضها بان هما بيقفوا تكتيكيا كويس، ان هما بيقفلوا المساحات كويس، مش محتاج اكتر من كده. وده بقى بيرجع للمنتخب المصري هيبته، ان انا بدافع باربعه ورا وقدامهم مروان ادي خمسه، وبهاجم بقى بخمسه تانيين ومعاهم باك بيطلع. فدي البدايه، ان هو بيحط عدد لعيبه في الملعب عندها سمات هجوميه كتير. فده وانت كجمهور قاعده حاسه ان الفريق النهارده احنا نازلين نهاجم، احنا نازلين نكسب، نازلين نعمل سكور كبير. هو ده سبب السكور الكبير، ان احنا بنلعب بعدد كبير جدا من اللعيبه المهاجمين او اللي عندهم سمات هجوميه. فانت الوينجين مع الاثنين الثمانيه مع الفرود ادي خمسه بيعرفوا يجيبوا جوال، فعشان كده طبيعي تكسبي ثلاثه، وعشان كده طبيعي تكسبي اربعه. لكن لو كان عندنا مدرب اجنبي ثاني بيلعب تحت الكوره وواحد بس اللي بيهاجم محمد صلاح او تريزيجيه، بنلعب على الهجمه المرتده حتى امام بوتسوانا او امام اي فريق من الفرق اللي اساميها مش كبيره، كانت النتيجه هتطلع 1-0. ما احنا بنهاجمش اصلا، ما احنا الاستراتيجي بتاعتنا اصلا بنقف تحت الكوره كم مره عشان نجيب كم هدف، وقال ايه هي دي الكوره الحديثه يعني. فهي موضوع الوضع مش كده يعني، انما انت بتلعب حسب امكانياتك وحسب سماتك. وكابتن حسام غير ده في المنتخب، غير هويه المنتخب، فطبيعي ان احنا نحرز عدد كبير من الاهداف، وطبيعي ان احنا في الفترات الجايه هنحتاج نحرز عدد كبير جدا من الاهداف. هل الطريقه دي ممكن تبقى مقلقه قدام منتخبات اكبر من المنتخبين دول؟ وساعتها ايه اللي ممكن كابتن حسام يعمله؟ يعني طبيعي جدا، كل ما تلعبي منتخب عنده امكانيات اكبر، كل مباراه ليها ظروفها، كل مباراه ليها لعيبتها، اكيد عنده سيناريو أكيد تاني. اكيد 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 في وقت من الاوقات مثلا مروان عطيه والنني مثلا نبقى بنلعب بالستتين وقدامهم 10 مثلا، او 80 وقدامهم 10، بحيث انه بدل ما يبقى واحد بس بيدافع قدام المساكين او المدافعين يبقوا اثنين، وارد جدا انه يحصل. بيبقى في ادوار كمان مختلفه شويه. كابتن حسام عنده رصيد مباريات كبيره جدا كلاعب وكمدرب على صعيد الانديه والمنتخبات، فهو كل مباراه ليها حساباتها المختلفه، كل مباراه ليها تشكيل بتاعها المختلف. لكن في النهايه انت بتلعبي كم منتخب قوي، او انت اصلا مصنفه ايه في افريقيا؟ انت خد بالك مصنفه من توب فايف اكيد، يعني احنا منتخب من احسن خمس منتخبات في افريقيا. فافريقيا بتلعب عندك 40 منتخب تاني انت اقوى منهم، فطبيعي ان انت تبقي مصنفه من المنتخبات اللي بتهاجم يعني. لكن وانس انك لعبت مثلا مباراه مع المغرب، مباراه مع الجزائر، مباراه مع الفرق الكبيره، اكيد هيبقى ليها حسابات مختلفه، اكيد استحواذها هيبقى مختلف، شكل اللعب هيبقى مختلف، واكيد هو جاهز للسيناريوهات اللي هتحصل. اكيد اكيد ادوار اللعيبه يعني واضح ان الكابتن حسام بيتكلم مع كل لاعب، انزل هتعمل ايه بالظبط، والحمد لله في استجابه وفي انسجام بالرغم من لسه مش المعسكرات الكتيره قوي، ولكن قدر ان هو يكون بيحقق ده في وقت قصير، وان شاء الله يكمل على كده. كان عنده كمان تشالنج في موضوع الغيابات، وقدر ان هو يحط كده كام اسم ويعتمد عليهم. فتقييمك للعيبه اللي شفتهم في الملعب تحت قياده الكابتن حسام؟ يعني تريزيجيه اكتر واحد عجبني، بيأدي بشكل رائع جدا وشكل مختلف جدا، معدل اهداف في مبارياته مع كابتن حسام كبيره جدا، بيروح للجول كتير جدا. انا فاكر منتخب الكونغو اللي كنت بقول لك عليه، مباراتهم كان بيلعب ناحيه الشمال، كنا بنلعب بثلاثه، وتريزيجيه كان بيلعب عارف الباك المتقدم يعني، اللي هو الباك ليفت اللي بيلعب في نص الملعب يعني. فكان عنده فرصه ان هو يدافع كويس، وكان عنده فرصه ان هو يهاجم كويس، ومش لعيبه كتير تقدر تعمل القصه دي، خاصه ان هو لعيب وينج يعني. فواحد من اللعيبه اللي تالقت بشكل مختلف مع كابتن حسام حسن وبيلعب بحريه مختلفه هو تريزيجيه. صلاح كمان يعني بيصنع فرص كتير جدا، وبيقدر يحرز اهداف بالنسبه له بتبقى سهله في الاخر. زيزو بشكل كويس، مروان عطيه اكتر واحد لعب دقائق مع كابتن حسام، برده من اللعيبه اللي ادت بشكل كبير جدا. الشناوي بعد فتره من الغيابات مع النادي الاهلي او الاصابه استعاد مستواه بشكل كبير جدا ككابتن المنتخب. وحلو ان احنا نشوف زيزو يعني بيلعب وصلاح موجود في الملعب طبعا. لان قعدنا فتره كنا فاهمين يا زيزو وصلاح، يا زيزو وصلاح، يا زيزو وصلاح، وفي الاخر لعيب
كبير زي زيزو لا لازم يبقى ليه دور والواحد يستفيد منه وهو في عز قوته. هو ده اللي عمل بقى السكور الكبير اللي حصل امبارح والسكور الكبير اللي حصل في المباراه اللي قبلها، ان زي ما بقول لك عندك لعيبه بتعرف تحرز اهداف، اللعيبه بتحب تشوف الكوره في الشبكه كتير، فده اللي فرق مع منتخب مصر. حسام حسن يا جماعه مدرب كبير بجد، يعني مدرب كبير يستحق كل الدعم ويستحق كل المسانده، باسمه وصفته، باسمه حسام حسن الاسطوره كبيره جدا، وصفته مدير فني منتخب مصر. ياما كان في مديرين فنيين لمنتخب مصر بالنسبه لنا مش مقنعين، لكن مستحيل كنت تلاقيني مره وهم شغالين اقول لك انه مش مقنع او ان انا انتقد الاداء. هي في مرحله كلها دعم، احنا شغالين في المرحله دي ايا كان، بندعم هويه المدير الفني، هو اسمه مدير فني منتخب مصر، بندعم بلدنا يعني. وفي اوقات فيها كلام، في اوقات فيها جدال، في اوقات فيها لما التجربه تخلص نبتدي بقى نفكر التجربه كانت كويسه ولا مش كويسه، الراجل ده يكمل ولا ما يكملش، يستمر ولا ما يستمرش، وليها معايير كتير جدا مختلفه حسب هويتنا وحسب شكلنا وحسب الاستراتيجيه بتاعتنا يعني. طبعا بالزبط. كل حاجه تتحسب صح. وخدي بالك الناس اللي بتدير اتحاد الكوره في مصر ناس اساميها كبيره يعني، في اسامي كبيره جدا موجوده، واكيد بيفكروا زي ما احنا بنفكر، واكيد بيفكروا يمكن احسن ما احنا بنفكر، فمحتاجين التفاف، محتاجين مسانده، لان خدي بالك احنا في مرحله ومنعطف خطر جدا جدا. كل الانديه والمنتخبات الافريقيه مع التكنولوجي ومع التطور ومع الاناليسز الناس بقت تسبقنا بشكل كبير جدا، لو ما ركزناش بالشكل ده وابتدينا نجري احنا كمان هنفضل احنا نتناقش مع بعض كتير ونصحى من النوم نلاقي صن داونز كسبان الاهلي 5-0، نصحى على كارثه، نلاقي منتخب مصر لا قدر الله بيخسر من السعوديه زي ما خسرنا قبل كده في كاس الكرات 5. مش عايزين نغفل شغلنا المهم ونشوف العالم ماشي ازاي ونبتدي احنا بقى نتناقش في حاجات محليه، مش لازم نصحى على مشكله، مش لازم نصحى على كارثه علشان علشان نحس على مشاكل كتيره فكفايه يعني. يا مصحين على كوارث، يا مصحين على كوارث في الرياضه يعني. هستاذنك نروح لفاصل طبعا. بعد الفاصل طبعا. لسه مكملين كلامنا، ومنورنا النهارده الكابتن اسلام عادل، خليكم معانا. اهلا بحضرتكم مره تانية كابتن اسلام، برحب بيك. خلينا قبل ما نروح للصفقات سريعا اسالك على نظام جدول او نظام الدوري، هل انت مع تغييره ولا لا؟ سريعا انا مع اي حاجه تساعدنا ان احنا ننجح، يعني فكره انه انا مع او ضد، انا مع مصلحه البلد انه احنا ننجح وان احنا ما نقعدش 12 شهر نقعد نلعب في دوري، فاي فكره تساعدنا ان احنا ننجح وان احنا نمشي بسرعه انا معاها. تمام، يعني لو هيبقى دور واحد هيبقى دورين، يبقى نظام بلجيكي هيبقى زي كده 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 لازم يبقى في سنه استثنائيه وتاخرت 4-5 سنين فتحصل بقى عشان نبتدي نشتغل يعني. الناس الدوري الانجليزي بدا بقاله 600 سنه، هو الدوري السعودي احنا لسه بناخد اجازه يعني. بالظبط، مشكله رهيبه بقى لها فعلا سنين وسنين. طيب ناخد بعض سريعا في قصه الصفقات والميركاتو. الاهلي يحيى عطيه الله، عمر الساعي، اشرف داري، يوسف ايمن، وممكن يبقى في لعيبه ثانيه، هنشوف ايه اللي هيحصل. تقييمك للاربع صفقات؟ هي صفقات رائعه جدا يعني، النادي الاهلي محتاجها جدا، شايف النادي الاهلي مركز بشكل كبير جدا، توظيفهم هايل مع الغيابات بالظبط يعني معين. يعني منعم مشي راح فرنسا، عارف تعوضه بلعيب كواليتي، بلعيب اسمه كبير وشكله كبير. نفس القصه علي معلول، خلاص بقى يعني اعتقد خلاص الامور بقت صعبه، فانت عارف كان عندنا ازمه كبيره جدا في المكان ده في النادي الاهلي، وانا كنت مع ضد رحيل ايمن اشرف لما مشي، لكن هو البديل الوحيد اللي كان ممكن يقدر يشتغل، فلقى النادي الاهلي صفقاته رائعه جدا يعني. طيب الزمالك، محمود بنتايك ومحمد حمدي اعاره، السنغالي سيدي ناداي، الفلسطيني عمر فرج، ده بالنسبه لنادي الزمالك حتى الان، لان في برضو انباء عن لعيبه ثانيه جابوني اعتقد. يعني الزمالك بالاسامي مش كبيره قوي، الكواليتي مش معروف بشكل كبير، لكن هم شغالين بشكل كويس، بيشتغلوا في ظروف صعبه جدا، عندهم تحديات كبيره جدا، كل شويه مطب، كل شويه تحدي، قادرين ان هم يعدوه ومتماسكين بشكل كبير. لعيبه انا مش عارفها قوي، لكن ان شاء الله يكونوا اضافات قويه للزمالك يعني. النادي الاسماعيلي هيكون بيفتقد اكيد خدمات عبد الرحمن مجدي اللي وصل بالفعل للبيراميدز، وعمر الساعي بالظبط، وعمر الساعي بالظبط راح للنادي الاهلي، بس طبعا حسابات بقى على المستوى المادي هي برضو توازن بقى، انت مش عارف نادي الاسماعيلي طبعا الازمات اللي بيمر بيها ماديا برضو بقى له اكتر من سنه، بس هو ما شاء الله عنده يعني السنه دي باع بارقام جيده تحل مشاكل كتير موجوده عند النادي، وزي ما عمل عمر الساعي وعبد الرحمن مجدي يقدر يعمل لعيبه ثانيه كتير، عنده كمان بيومي في نص الملعب، انا متاكد ان هو اخر سنه ليه في يناير هيبقى فيه، انا متاكد ان هو يمشي، مخلوف كمان لعب نص ملعب راح المصري، فهو عنده لعيبه كتير جدا، بس هو السبوت على عمر الساعي و
وعبد الرحمن اكبر يعني، وبيومي كمان لو مشي هيفرق جدا مع نص الملعب. لكن الاسماعيلي قادر ان هو يعمل لعيبه كتير، وده حله الوحيد. الاسماعيلي ما عندوش موارد يعني، فحله الوحيد انه يقدر يبيع لعيبه بارقام كبيره، وده بيحصل انه بيبيع لعيبه بارقام كويسه. قبلهم اياد العسقلاني راح روسيا بمليون دولار. فالفلوس اللي دخلت في عهد المجلس الحالي للاسماعيلي اعتقد تساعد بشكل كبير جدا ان هم يحلوا ازماتهم. ونفسي بقى بجد ما اسمعش كلمه ازمات مع الاسماعيلي، فلوس كتير جدا دخلت. كيفيه اداره هذه الاموال لصالح النادي هو ده المهم. مش هنفضل 10 سنين نقعد نقول الاسماعيلي عنده ازمات يعني. دخل لهم موارد جيده جدا، اتمنى ان هي تدار وتتوزع وتوظف بشكل جيد، علشان بقى انا محتاج بقى اشوف الاسماعيلي الصامبا بقى درويش الكوره المصريه والجمهور. وكنت بروح للاستاد استمتع يعني، محتاج استمتع باداء ونتائج الاسماعيلي يعني. ان شاء الله نشوف قادر الاسماعيلي يقدم ايه السنه دي. بالنسبه لبيراميدز، عبد الرحمن مجدي ويوسف اوباما، يوسف اوباما اعتقد الاستعانه بيه ككونه صاحب خبرات ولعب في افريقيا اكيد مع نادي الزمالك، فتقييمك للصفقتين بالنسبه لفريق بيراميدز حتى الان؟ يعني بيراميدز صفقاته مختلفه شويه، هو نادي غني فبيحب يجيب بروفايل دايما يعني، هو دايما بيجيب لعيبه ليها اسامي يعني، لعيبه اسمها كبير في الدوري المصري. احتياجه بقى للعيبه الاثنين من عدمه هم ادرى بيها. اللعيبه دي اصلا كواليتي اعلى من الناس اللي موجوده، هم ادرى بيها. عدم اصلا موافقتهم على رحيل ابراهيم عادل واحترافه هم ادرى بالقصه دي. كان لازم يبان ان بيراميدز بيطلع منه حد يعني. محمود صابر لعيب كان بيلعب في نص ملعب، من احسن اللعيبه اللي انا شفتها في حياتي بتلعب في نص ملعب في مصر، ما لعبش 5 مباريات على بعض مع بيراميدز يعني. لكن هم اكيد ادرى بالاستراتيجي بتاعتهم، لكن عدد كبير جدا من اللعيبه يعني من اللي انا شايفه في بيراميدز انا مش عارف يعملوا ايه، هيلعبوا ولا مش هيلعبوا. ناس كتير راحت ومشيت وما لعبتش يعني، فانا انا مش عارف هم هيحسبوها ازاي. لكن في النهايه هم عملوا سيزون رائع جدا السنه دي، وان شاء الله يكملوا على هذا الشكل يعني. باذن الله. الاهلي محتاج صفقات تاني ولا لا من وجهه نظرك؟ محتاج. انا شايف النادي الاهلي محتاج يجيب حد في نص الملعب كمان، ومحتاج يجيب مهاجم كمان تاني يعني. وسام هو يعني لو لا قدر الله حصل اصابه او حصل مشكله هنعطل بشكل كبير جدا. وفكره انك تبقى نادي بطولات كبيره قاريه بتعتمد على مهاجم واحد وكهرباء على فترات مولعه جدا، محتاج تجيب واحد يعني. اوقات كان في اسامه حسني ومتعب وفاروق وبلال يعني، كنت تلاقي يعني مع ده بيسلم ده، بس على الاقل كان في 2 3 قبلهم، علي ماهر وحسام حسن وعلاء ابراهيم. فطول الوقت النادي الاهلي عنده 3 4 مهاجمين بيلعبوا في وقت واحد، هم الهدافين اصلا، بينافسوا بعض، ما بينافسوش الدوري، بينافسوا بعض على هداف الدوري يعني. ففكره انك تلعب بمهاجم واحد بس تعتمد عليه، لو لا قدر الله حصل اصابه هنعاني بشكل كبير جدا، وده وارد او اجهاد، لان عندنا مشاركات كبيره. لان الاهلي عنده بطولات كتيره جدا هيكون بيشارك فيها وبينافس طبعا بطبيعه الحال كاهلي عايز يكون بيحقق هذه البطولات. انا بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا، شرفت جدا بوجودك، وبستمتع دايما بحديثك والاسترسال معاك. ربنا يخليك، انا بشرف ان اكون دايما معاك، ربنا يخليك. كل التحيه لحضرتك كابتن اسلام عادل، لاعب النادي الاهلي ومصر مقصه سابقا ومدير الرياضي لنادي لافيينا. بتمنى لك التوفيق، وبتمنى طبعا للفريق يعني قدم ماتشات جيده جدا السنه اللي فاتت من صعود الدوري الممتاز دي حقيقه، بس السنه دي نصعد ان شاء الله. هنتابع احنا دلوقتي طول الوقت الدوري المحترفين، فان شاء الله موفقين. بشكرك شكرا جزيلا، تحياتي لحضراتكم مشاهدينا الكرام، وغدا باذن الله يتجدد لقائنا مع حضراتكم في حلقه جديده. الى اللقاء.